لا تنسى الله ولا تنسى الموت، الموت اللي بيوصلك عند ربنا. هذول الشباب الان بدك توصلهم وين؟ كل هالوجوه مجتمعه ليش؟ اللي كان يدفن معنا ويساعدنا الان هو في هذه السياره. فهمت ايش لا تنسى الموت؟ شاب بيشيلني وبيشيلك وبيمشي فينا يا محترم. طريته اللي كان يجر فيها التراب على عارف يمكن اليوم يجر فيها التراب عليه. إن في ذلك لآية للمؤمنين. شو واحد ختيار تعبان مريض داكت يعني ها بده يسافر، لا شاب أقوى منه ومنك، وصاحب شهامة ونهمة وقف مع جيرانه، والآن يا أخواني في الله هو الذي يدفن. يا جماعة الخير صح صح يا اللي ما بتصلي.